مشاهدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ولا أروع. يلا إن شاء الله تقضيوا معايا سويعة خفيفة وظريفة ومفيدة بالنسبة للوصفات. تقدروا تشوفوا هذه الحصة مباشرة على الصفحة الرسمية الفيسبوك كذلك الانستغرام لسميرة تي في. ما تنساوش الأرقام الهاتفية اللي تعودتوا عليها، راح تظهر في أسفل الشاشة الكراس والسيالة باش تمنوا المقادير تاع نهار اليوم. اليوم جبت لكم ظلمة تاع الفلفل الحلو، ولكن راح نديروها بطريقة شويه مغايره، يعني نبدلها شويه. والوصفه الثانيه راح تكون عندنا حلوه ولا كاطو اللي راح نديروه بطريقه ثاني بسيطه، وتجي بزاف بنينه واحد الكريمه تجي بزاف بنينه. يلا واش عندنا لهذ الظلمه تاع الفلفل الحلو؟ طبعا عندكم حبيبه الفلفل الحلو الكميات تحكموا فيها كما حبيتوا انتوما. تغسلوه، تنحيوا داك القطمات، تنحيوا الزريعه، تغسلوه مليح. عندنا طرف تاع الدجاج، عندنا هنا ثلاث حبات طوماطيش يكونوا طايبين اللي رايحين تقشروها وتسكرفتوها. عندي بالنسبه للحشو هنا صدر تاع الدجاج اللي رايحين ترحيوه، دار جلبانه. عندنا البصل، حبه بصل تكون كبيره مسكرفته. عندي كميه تاع روز اللي كنت طيبته نص طياب وصفيته. عندي مرف كبيره معجون طماطم، سكنجبير، عكري. عندكم ثوم يابسه ومرحيه، عندكم توابل خاصه بالدجاج والكركم، ملح، فلفل كحل، شويه تاع الزيت. هادو هما المقادير. نروح هذوك طريقه تحضير تاع هاد الظلمه. ناخذ هنا طنجره، يلا نحط هنا شويه تاع الزيت ونزيد شويه مارغرين. نزيد هنا شويه مارغرين، هاي لك مغرف مارغرين. نخليو هاد المارغرين تذوب والزيت تاعنا تسخن، ونروحو نوجدو لافارس تاعنا. تبعوا معايا هنا لافارس تاعنا ولا الحشو اللي راح نشوف به هاد الفلفل الحلو. عندنا اللحم قلنا صدر تاع الدجاج رايحين ترحيوه. هنا عندكم حبه بصل النص راح نحطوه هنا، والنص راح نخليه باش ندير به المرقه. نزيد شويه جلبانه، ونزيد معاهم هذه الكميه تاع رز، وهنا في الطنجرة تاعنا نحطو طرف تاع الدجاج. يلا ناخدو اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك سيداتي، واش راكي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يهنيك يطول عمرك. تاتاني لقيت ماما نجي تعمر. نعم سيداتي، منين راكي تكلمينا؟ سيدي بالعباس. مرحبا بكم يا ناس سيدي بالعباس. واش راكم لاباس؟ واش راهم الناس سيدي بالعباس؟ لاباس. مسلمين عليك. سلمي لي عليهم بزاف بزاف. سلمك. الله يسلمك طول عمرك. شفت بغيت نسقسيك. نعم تفضلي. كنا باغيين نديروا لاباس تاع بقلاوه. لاباس تاع بقلاوه؟ واش بيها؟ ما تخرجش، تخرج ياسر. لاباس يعني البقلاوه الجزائريه. يلا نعطيك دوك المقادير ولا تسلاح حتى كي نديروها في الحصه. خليك ديرها في الحصه باش نشوفها نشم بالبلاتيك. مالي ما يكون لا خاطرك، ما يكون لا خاطرك. هذا ما كاين البقلاوه برك. هذا ما كاين. ما كاش مشكل. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا. شوفوا هنا حطينا شويه تاع مارغرين، شويه تاع الزيت، حطيت طرف تاع الدجاج ونص كميه تاع البصل اللي قعدت لي، شويه ثوم يابسه وملحيه، شوية تاع سكنجبير، عندنا شوية تاع العكري، ثوم خلاص، هنا توابل خاصة بالدجاج، وعندنا شوية تاع الكركم، هكذا. نزيد ثاني كمية تاع الجلبانة اللي قعدت، نحطها تتقل هنا مع الدجاج. هكذا بها
بهذه الطريقه، نخليو دوك الجاج تاعنا يتقلى مليح، نزيدو نستقبلو مكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك. وصلك لاباس؟ والله غير الحمد لله. منين راكي تكلمينا؟ اه منين راكي تكلمينا؟ من الجزائر. مرحبا بك. وين في الجزائر؟ وشنو؟ واش من المكان اللي كتكلمينا به؟ واش من الولايه؟ من الاخر، من ولاد سعيد. ولاد سعيد؟ ايه. واش من ولايه انت من ولاد سعيد؟ في الجزائر. مرحبا بك. تفضلي. بغيت نديرو ليلو حتى الجلابيه. نعم. الو. زلابيه. الو. واش قلتي لي زلابيه؟ ايه. ما عليه، ما يكون لا خاطرك. هذا مكان. هذا مكان. اوكي ما كاش مشكل، بارك الله فيك. شكرا لك، يعطيك الصحة. يلا شوفوا هنا، راني زدت الملح وشوية تاع فلفل الكحل. قلنا زدنا هنا، زدنا شوية تاع الملح، شوية تاع فلفل الكحل. نقليهم مليح. وطبعا هنا راح نزيدوا، قلنا معجون طماطم، عندكم بغرف كبيرة. عندنا مغرف كبيرة معجون طماطم ونمرق. شوفوا هنا هكذا، هنا نمرقوا قسم يطيب لنا الدجاج، ونزيدو نطيبوا الفلفل الحلو تاعنا هنا اللي يكونوا حشيناه بهذا الحشو. شوفوا هكذا، يلا نمرق. يلا ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. سلام. مرحبا بك. واش راكي لاباس؟ واش راك هاك لاباسك مليح؟ والله غير الحمد لله. سؤال عليكم، واش راكم نتوما؟ الله يحكمتك. مرحبا. 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 عندي 8 سنين وانا نقرا. يلا وعندك الزهر اليوم. تعيش. يطول عمرك. معاك ان شاء الله. الله يسلمك. والله غير الحمد لله. سؤال عليكم، واش راكم انتوما؟ راني فرحانه كي هضرت معاك. مرحبا بك. مرحبا. يسلمك. يسلمك، يطول عمرك. انا ماليه. نعم. الاخت ما انا ماليه مليزيشا. مرحبا بكم. مرحبا بك، طول عمرك. خالص والله يعطيك الصحه، كنت ما نعرف والو، ديك تعلمت وليت نعرف، وليت الله يبارك. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الله يعطيك الصحه. الحمد لله. والله العظيم الله يحفظك. دوك انا مازال غير هذاك الموسكوتو، الله ما على باليش واعله، كي نديرو على خويا يهبط لك الموسكوتو. الموسكوتو فارس ما هما كاع الناس يعرفوا له، نعرف كل بصح الموسكوتو تاع العيال كي نحب يحبوه تاع الدار ما يجينيش مليح، يهبط لي. خلاص نديرو موسكوتشو، ما كاش مشكل. ايه، شحال خطرات نسمعك تقول نعاودو بصح انا الزهر تاعي ما يجيش ياما الموسكوتشو. خلاص ما كاش مشكل، نديرو الموسكوتشو. ديرو. ما كاش مشكل. ديرو لي هذا في اقرب وقت. ما كاش مشكل، ان شاء الله باذن الله. ايه نديرو له القهوة. ما كاش مشكل. حاجة أخرى نديرها نورمال. بصح الموسكوتشو يهبط لي فارس. مالي. نديرو موسكوتشو، شوف نعطيك المقادير ونوريكم كيفاش ديروه ان شاء الله، ما زيدش يكون عندك مشكل كامل تاع الموسكوتشو. تعيش فارس، الله ربي يخليك ان شاء الله. ان شاء الله، الله يحفظك. ان شاء الله، بارك الله فيك. ديما في العالميه. امين امين يا رب. انا متابعه لك بزاف. شكرا، يعطيك الصحه. انا كي كنت كي تكون فارس ما نخرج. الله يحفظك، يطول عمرك. والله باش يقولوا لي تخرجي ما نروحش، ما الله ما نخرج، بحال يخص فارس معليش نخرج. الله يحفظك. ولا نخرج نزيد نروح لمشي نزيد للدراري ما نخرج. الله يحفظك. كي تكون فارس غير خطوني. غير خطوني، صح ما تهضرش كاع معايا. الله يحفظك. إيه، قول لي تقي تقضي نقول كي تكون فارس خلاص ما تقولي لي والو. بارك هذا هو المسلسل تاعي. الله يحفظك، شكرا، بارك الله فيك. راني فرحانه بزاف اللي هضرت معاك، معليش نهدى فارس. يلا تفضلي. أنا على المباشر. لا لا يا على المباشر، تفضلي. إيه
انا هدي كاع صحابي كاع خياتي نديها كاع خياتي ونديها كاع لافامي كاع سته ونديها كاع ولاد يزيسر اها يسر نديها لهم يتبعوك ما يحكموكش برك الحمد لله تحيه كبيره ليهم ايه بارك الله وانت يا وانت يا زيد هدي انت يا هدي لي هدي لي هدي لي لوليد اختي واسمو ها واسمو ولد اختك واسمو ايه اسكو وليد اختي هدي له نتايا واسمو ايه. واسمو وليد اختي انا عماه ايه وليد اختي وليد وليد هدي له ايه ان شاء الله تحيه كبيره تحيه كبيره ليه ايه ان شاء الله فارس ان شاء الله ربي يخليك فارس شكرا ان شاء الله ديما نحكموك شكرا شكرا يا ربي شكرا صحة سيداتي شكرا صح شكرا شوفوا هنا هنا المقطع تاعنا راهي طيب في الفلاحه كل لازم تعمروه مليح شوفوا تعمروه حتى لداخل لا هكذا باش تقسموا الحبه على زوج احسبوها كامل معمره واش ندير نحط شوفوا معايا في الفلاحه تاعي طيب هنا هكذا راح يجي هاد الظلمه تجيب بزاف بنينه تقدروا حتى كي قريب طيب راح تاخذوا مولا غراتا وتزيدوا تحطوا هاد الظلمه طيب في الفرن راح تجي بزاف بنينه هذا بالنسبه للوصفه الاولى شفتوا هنا سهله تمتم راح نكملوها نروحوا للوصفه الثانيه تابعوا معايا هنا راح نواسيو جينواز سهله ناخذ هنا الفوي هنا عندنا شوفوا هنا استعمل هنا هذا المول العجيب هاوليك كامل تعرفوه دونك هنا عندي 6 حبات بيض يلا ناخذ اتصال الو السلام عليكم الو 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 السلام عليكم مساء النور واش راكي لاباس ولا غير الحمد لله واش راكم نتوما لاباس الحمد لله لاباس الحمد لله مدينه راكي تكلمينا الله يسلمك يطول عمرك ياسمين من القبه مرحبا بك ياسمين واش راكي لاباس الله يسلمك لاباس الحمد لله انت الحمد لله الحمد لله الله يهنيك الحمد لله يا ربي الحمد لله أنا فرحانة بزاف يا يسلكم مرحبا بك احنا تاني انا فرحين بالمكالمة تاعك نفضل نتبع لي غوتا تاعك وكامل ناجحين الحمد لله الحمد لله بصحتكم الحمد لله صحتكم وني اللي تعاود لي لا غوتا تاع واسمو تعمل؟ تاع البراوني براوني ما كاش مشكل بإذن الله علاش ندها لي؟ ما ندهلكش دركا وشنو قعدي قعدي معنا هاد السمانه نتبعها ما كاش مشكل تبعيها وحنعطيكم براونيس ولا اروع ولا اروع باذن الله ولا اروع ولا اروع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك تاع لي كلاص ولا تقدر دير لي لاغوز تاع لي كلاص شوكولا حبيتي ولا فاني ولا كريبوني ولا حبيت كريبوني تكون تراديسيونيل مالح هذيك اللي تجيب بالسيترون بالسيترون اها ما كاش مشكل نعطيكم واحد كريبوني يكون ناكلو عند عمي عمر بكري نعم نعم قلت لك كريبوني اللي كنا ناكلو عند عمي عمر الله يرحمه ان شاء الله اه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا ما كان مره هذا ما كان مره حضرت عرس وكنت انت طيبت عندهم درت قالوا لي الماكله هذه تاع فارس فكريني واش من العرس الا تشفيت نعم واش من العرس بالك نكون شفيت نورمالمون في اسمو يا ربي نسيت البلاصه مي ما عندهاش بزاف يا واحد دو موا ولا تخوا موا بصح وين ما بالكش واش من السال دي فات ولا واش من بلاصه وي وي هي سال دو ديني نورمالمون واش من لا سال دو ديني اللي طيبت فيها
نعم. ما شفتيش وين جايه؟ وين جايه؟ لا غير نسيت، غير دوسك على بالك عيط لك هكا وكامل، لا غير شفت لي. والله ما شفتش، ما انا ما بلشوش من العرس. ماكله بنينه؟ اه بزاف يا خان، الناس قاعدين غير ياكلوا ويعاودوا. صحتكم صحتكم. الله يسلمك. صحتكم، صحة وراحة، الله يحفظك. شكرا، يعطيك الصحة، بارك الله فيكم. شكرا، يعطيك الصحة. شكرا، مع السلامة. شكرا. يلا شوفوا هنا، قلنا راح نواسيو لا جينواز سهلة. عندكم ست حبات بيض، كل حبة بيض ديروا لها مغرف تاع السكر. دوك هنا يوليو ست مغارف تاع السكر، مغرف كبيرة تاع فاني. راح نطلع البيض والسكر. هاملك هنا 6 مغارف تاع السكر، عندكم كيس خميرة كيميائية، والمول تاعكم راح تدهنوه ترشوه بشوية فارينة. هنا نخليو، قلنا البسكويت تاعنا يطلع مليح، لاجيوس تاعنا تطلع مليح، من بعد راح نزيدو فارينة. يلا هنا نزيدو فارينة، هنا فارينة نديرو ما تكونش خفيفة بزاف لاباط، وما تكونش ثقيلة. دوك تشوفوا كيفاش تكون القوام تاعها، لاباط تاعنا ما تكونش خفيفة بزاف وما تكونش ثقيلة. وشنو نخلو البيض تاعكم يطلع مليح، يعني الحجم تاعو يزيد يتضاعف واللون تاعو يبيض. دوك نخليوه يطلع مليح. من الجهة الأخرى راح نحضرو واحد الكريمة، نروحو للثلاجة نجيبو كريم ديسير. شوفوا معايا، يلا شوفوا هنا كيفاش الخليط. شوفوا بياض والحجم تاعو زاد. دونك هنا نزيد فارينة ونزيد ندور غير بالعقل. يلا شوفوا هنا، قلنا فارينة لاباط تاعكم ما تكونش ثقيلة ثقيلة بزاف وما تكونش خفيفة. يلا نزيد ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. معكم نور الإيمان من ولاية المدية. مرحبا بكم يا ناس نور، هكذا ناس المدية. مرحبا بك نور. نشكرك بزاف على الوصفات تاعك. شكرا، بارك الله فيك. اللي راك تقدم لنا فيهم. اها. راهم الجزائريين كامل فرحانين بيك. الحمد لله الحمد لله. من أول وصفة ديتها. الحمد لله يا ربي الحمد لله. صحتكم صحتكم. ماما راها حابة تقول لك على واحد الوصفة. واش من الوصفة؟ قالت لك بلي راني حابه نعرف كيفاه نطيب، كيفاش نطيب مقروط المقلة. مقروط المقلة؟ ايه. مالي ما يكون لا خاطرك، راح ندير لكم مقروط المقلة، ما كاش مشكل. انا حابين نديرو في هذه الايام. نعطيكم الوصفة دركا؟ دقيقة برك نوجد. روح حضرها لنا، روح حضرها لنا. حضرها لكم في الحصة؟ ايه حضر هنا في حصة. ما يكون لا خاطرك، رانا دايما نستنى في وصفاتك، وصفاتك عجبونا بالبزاف. شكرا، يعطيك الصحة. شكرا، بارك الله فيك. عمو فارس. اه نعم. بابا دايما كي يتفرج لك يتفرج لحصتك ولا اروع. تحية كبيرة ليه، سلمي لي عليه بزاف بزاف. يقول لنا باللي شوفوا الرجال يخدموا خير من النساء. وانت واش رايك، عنده الحق ولا ما عندوش الحق؟
عنده الحق في هذه. آه يا نستعرف بك معنا، تركي معنا. عمو فارس أنا معنيش نقدم إهداء. تفضلي يلا. نشكر بابا وماما. شكرا، تحية كبيرة لهم. ودعوا لنا الهدايا الأخي. ربي يهديه إن شاء الله يا رب. ربي يهديه ويهدي كامل الناس اللي إن شاء الله. والشفاء، ودعوا لنا للشفاء لوليد خالتي. ربي يشافيه. لوليد خالتي مريض مسكين يسكن في البليدة. ربي يشافي كامل المرضى وربي يشافيه إن شاء الله ويولي خير من اللي كان إن شاء الله يا رب. نقدم تحية لفامي تاعي. إيه. وتحية كبيرة ليك. بارك الله فيك، تحية كبيرة ليك أنت يا تاني، وتحية كبيرة للأب تاعك. الله يحفظك، وتحية كبيرة لوالديك الأب تاعك والأم تاعك، وتحية كبيرة تاني للناس المدية. شكرا لك، يعطيك الصحة. عمو فارس. نعم. على بالك بلي رانا كامل العائلة رانا مجتمعين، عماتي عمومي. تحية كبيرة ليكم كامل. والله لي أبني. سلمي عليهم كامل كبارهم. بارك الله فيك، سلمي لي كامل عليهم كامل اللي راكم في الدار مجتمعين، وربي يدوم محبتكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة. نعم عمو فارس. نعم. هاي معك اختي صغيرة راها. تفضلي يلا. الو. السلام عليكم. صحيح. مساء النور. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. واسمك انت يا؟ لاباس. مساك مليح؟ والله غير الحمد لله، وانتم راكم ملاح. درنا البيتزا وماما عجبتها. عودتها ماما؟ ايه عجبتنا. وجات بنينه؟ ايه وعودناها. وجات ولا اروع؟ ايه ولا اروع. بصحتكم بصحتكم. ربي يحفظك. بارك الله فيك انتم تاني، ربي يحفظكم. شكرا. باي. مع الف سلامه، باي باي. يلا شوفوا هذه هذا المسكوتو تاعنا هاوليك، راح نطيبوه على درجه الحراره 180 درجه حتى تشوفوه الحجم تاعو تضاعف، و طبعا ياخذ تحميره. انا وجدت واحد من قبل باش نربحوا الوقت. شوفوا هاوليك المسكوتو اللي تحصلوا عليه، هذا هو. دونك هنا في الدار انتوما تحبوا ديروا شويه معجون كامل صاير داير، وترشوه بشويه تاع جوز الهند ولا شويه بيستاش ولا مكسرات ولا كيما حبيتوا. والكريمه اللي نقترحها عليكم اليوم هي هنا كاس كبير تاع قشطه، ولا كاس كبير تاع بودره الشونتيي، وعندنا هنا زوج علب تاع كريم ديسير راح نخلطهم مع بعض. هذه هي الكريمة، هاي لك. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راكي سيدتي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. من راكي تكلمينا؟ انا في فازا. مرحبا بكم، انا في فازا. مرحبا. واش راكم؟ راكم ملاح لاباس؟ والله غير الحمد لله، سؤال عليكم.
الحمد لله. معايا فارس؟ نعم، مرحبا بك. الله يسلمك فارس، واش راك مليح؟ والله الحمد لله. الحمد لله الصحة. الحمد لله، وانتم لاباس؟ صحتكم لاباس؟ لاباس، دائما نعيط نعيط حتى دوكا. الحمد لله الحمد لله بصحتكم. ما شفتش، قلت لك ما شفتش الحصة تاع هذيك تاع البيلي، قلت نعيط. اها. الحصة تاع البيلي محسن، قلت تعاودها لي هذا ماك. نعاودك لاباط؟ ايه. هو عندك الكراس والستيلو؟ كاين ايه. يلا هاك اكتبي. استنى دقيقة. قلتلك دقيقة. ما عليه. دقيقة. هاي صح فارس، راني معاك. يلا تفضلي. عندك مغرف كبيرة خميرة تاع الخبز؟ مغرفة خميرة تاع الخبز. خميرة الخبز. مغرف. إيه؟ وعندك زوج مغارف كبار تاع السكر. مغارف سكر. خلاص؟ ايه زوج مغارف سكر. وعندك مغارف كبيرة فانيليا. مغرفة. ايه. واحدة. فاني. ايه. وعندك كاس كاس كبير تاع الماء الحليب دافي. كاس حليب؟ دافي. حليب دافي. وعندنا نص كاس تاع الزيت. نص؟ كاس تاع الزيت، نعم. نقولوا تاع كاس صغير تاع لاتاي. كاس لا، الكاس اللي تشربي به الماء عادي ديري نص كاس. ايه نص كاس كبير تاع الزيت. نص كاس. نص كاس، نعم ما. ايه. صحة فارس. عاد معك، وطمي بالفارينة. ايه صحة. الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك تاية صحيح. بارك الله فيك، شكرا. الله يطول عمرك إن شاء الله. الله يحفظك وعمرك تاني، بارك الله فيك، شكرا. يعطيك الصحة، شكرا. لا ما صح. صح. وهذه هي التحليه تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا دوك راح ندهنها كامل بالمعجون ونرش لها شويه تاع جوز الهند، وتكون عندنا تحليه بزاف هايله ولا كاطو بزاف بهذه الكريمه. راح يجي بزاف خفيف ويجي بزاف بنين. يلا مشاهدينا الكرام، نروحوا فاصل قصير، قعدوا معايا ما تروحوش بعيد، راح نشوفوا الوصفه تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم، خليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، كما راكم تشوفوا الوصفات تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. الوصفه الاولى ظلمه تاع الفلفل الحلو، هاي لك بنينه بنينه بزاف بزاف. راح تحبوا تزيدوا معها كميه تاع رز، راح ثاني تلفقوها بالرز راح تجي بزاف بنينه. والوصفه الثانيه هذه الكيكه اللي درناها مع بعض، طريقه بسيطه تحت المقادير بسيطه، راح تجي بزاف خفيفه بعد الكريمه بنينه بزاف. كما قلت لكم رايحين تدهنوا كامل طرف بالمعجون، ورايحين ترشوا عليها شويه تاع جوز الهند. ان شاء الله تكونوا خديتوا المقادير وطريقه التحضير تاع هذه الوصفات. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في وحدكم، والسلام.